اتعملت، فالموضوع هيبقى فيه تحدي تاني زي ما قال كابتن زكريا، هيبقى فيه تحدي اكتر. جمهور نادي الزمالك دخل اهو، هيبقى فيه تحدي. الناس محترمه جدا ولذاذ جدا ومبسوطين جدا. يا احمد، هو الناس اللي بتحضر دي مش هي الناس دي اللي بتحضر في مصر؟ في جزء وجزء. بس انت طالما بتقبل ان انت في الملعب ده تتفتش وتخش من غير مشكله، وائل 90% من المصريين ما بيحترموش الاشاره بره مصر، بيحترموش يعني بيحترموا الاشاره بره مصر 90%. أيوة، بيقف هو يبقى كلمه السر وتنفيذ القانون. طيب بس تنفيذ القانون على الجميع، ودخلهم مداخله ادميه، ودخلهم من كذا باب، اعمل كذا نقطه تفتيش، وهم تجاوبوا. كابتن حازم اتكلم على الحاجات الممنوعه في الدخول. انت في مصر هنا لو عملت منشور زي كده بالحاجات الممنوعه، طب علي هيحصل معنا، وهيحصل تفتيش للجمهور وهو داخل، وهيحصل لو قلت للجمهور الكلام ده قبل الماتش بيومين ثلاثه.